بمعنويات مرتفعة يواصل لاعبو الكوكب المراكشي استعداداتهم لمباراة الوداد البيضاوي اللي غادي تجرى نهار الجمعة في 7 ديال العشية. العناصر المراكشية جرات قبل قليل حصة تدريبية بملحق الملعب الكبير واللي حضروها جل اللاعبين باستثناء جمال برارو وسفيان البهجة اللي تأكد غيابهم على مباراة الوداد. بالمقابل رغم ان سفيان العلوجي ما شاركش في الحصه ديال اليوم الا ان مشاركته في المباراه مازال ما تحددتش، في حين يكتفي المهدي الزبيري وياسين كارين بالجري بشكل انفرادي بعد عودتهم من الاصابه. الطاقم التقني للكوكب تعول بشكل كبير على دعم الجماهير وفق ما اكده المدرب هشام الدمعي. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وتحيه خاصه للجمهور ديالنا اللي تنحييوه يعني على الدعم ديالو خاصه في المباراه الاخيره للفريق المغربي الفاسي. تنقول لهم انه الى جبنا 3 نقاط سي اون غروند بارتي غراس التشجيعات المتواصله ديالهم، يعني في الاوقات اللي الحرجه تاع المباراه هما اللي دفعونا وعاونونا باش نحافظوا على النتيجه. اللي بغينا نقول لهم ثاني بالمقابل سيكون ان شاء الله اون فاي سي دو فيت لو ماكسيموم يعني باش نشرفوا القميص ديال الفريق ديالنا. استعداد ديالتنا يعني تنظن انه كانت عاديه، ما تنميزوش يعني بين مباراه واخرى، جميع المباريات خص التحضير لها بجديه باحترام الخصم دون خوف مبالغ فيه. تنعرفوا يعني القيمه التاريخيه تاعت مواجهات مثل هذه، العراقه تاعت الفريقين، هي مباراه كلاسيكيه اولا قبل ما تكون يعني مباراه من بين فريقين شاءت الصدف انهم يتقاسموا المركز الاول. بورنو يعني ستة ماتش دو بريستيج، وكما قلنا هذه يعني ساعات الحقيقه ماشي بالنسبه لنا، ولكن تظن كذلك حتى بالنسبه للفرق الاخرى، تظن انه العد العكسي بالنسبه للمباريات الحارقه في البطوله فبدات من الان. جيسبر كو اون سورا اون رونديفو ان شاء الله، وكما قلت اننا نشرفوا القميص ديالنا. يعني نداء لجميع المراكشيين وخاصه المحبين تاع فريق مراكشي، دعواتكم لنا وصلواتكم لنا ان شاء الله بالتوفيق. احنا ان شاء الله نفيسي دو فير لو ماكسيموم، وتبقى مباراه في كره القدم نتمنى انا كما قلت اننا نخرجوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. معنويات اللاعبين مرتفعه والكل عازم على العوده بنتيجه ايجابيه من البيضاء، والشيء اللي اكدوا المدافع عبد الاله منصور. كيف ما كعرف جميع مقابله ديال الوداد تنظر تكون مقابله قويه بحكم ان اننا كنحتلوا الصف الاولى بجوج، فمقابله ديال 6 نقاط. حنا ان شاء الله غادي نمشيو نحاولوا باش نديروا اللعب ديالنا اللي موالفين به، ونحاولوا ان شاء الله باش نحاولوا نديروا لوجو ديالنا باش نحقق واحد النتيجه ايجابيه اللي غادا الحمد لله غادا تزيد تكمل لينا في المسيره ديالنا اللي غاديين بها.